للمشاهير بس يعني، ما ينفعش حد غلبان زي كده يطلع معاكي. انا عندي الدولار على فكره، يعني ممكن اعمل لك حلقه بوم. هديك ربع ساعه. ضيف حلقتنا النهارده اسمه آدم. قولي بقى يا آدم، من وجهة نظرك ليه العلاقات بتفشل؟ طيب انا مش هتكلم عن ليه العلاقات بتفشل او بتبوظ، انا هتكلم عن ازاي العلاقات ما تبوظش. اوكي، تويست لذيذ. ازاي العلاقات ما تفشلش؟ متهيألي مع الوقت العلاقة بتتحول لساحة حرب. اتنين كل واحد واقف يوم في ناحية، كل واحد بيفكر ازاي ينتصر على التاني، ناسين ان احنا مع بعض في صف واحد. كل واحد بيشتغل انه ازاي يكسب جدال، يكسب خناقة. علشان العلاقات ما تفشلش لازم نتعلم نتخانق صح. نتخانق صح؟ ايوه. ازاي بقى نتخانق صح؟ اولا مش لازم ابدا يبقى الهدف هو اننا نكسب الخناقه، لا، الهدف هو اننا ما نخسرش الطرف التاني بسبب الخناقه. توظف ان احنا نكسب، توظف اي حاجه قدام ان احنا نحافظ على بعض، نراعي مشاعر بعض. هنكسب ايه يعني؟ كاس العالم في الخناقات الزوجية؟ طز. المشكلة انه ساعات في المواقف دي الواحد ما بيبقاش عنده العقل ده كله، فبيتقال كلام بيوجع، بيعصب، بيجرح، وكلمة انا اسف مش دايما بتصلح الموقف. عندك حق، عشان كده لازم نتمرن، نبذل مجهود لو العلاقة فعلا تستاهل واحنا باقيين عليها. لو انت واثقة 100% في اللي قدامك ان هو بيحبك وعايزك وشاري العلاقة، هتلاقي نفسك تبذلي مجهود عشان انت كمان تحافظي عليها، لو انتوا الاتنين عايزين تبقوا مع بعض. بس ساعات البني ادم بيبقى محتاج انه يتكلم ويتحس ويتسمع من غير ما الشخص اللي قدامه يكون بيستهيف بالكلام اللي هو بيقوله أو بيقلل منه. كلامك مظبوط، كلام مهم جدا جدا، بس هو المشكلة يعني إن انتوا بتتكلموا كتير.